العمل على حل التباين بين المكونات اللبنانية حول التاريخ المشترك، إذ يتعذر الاتفاق على كتابة تاريخ، ولا توجد أمة بدون كتاب تاريخ لها. والعمل على مداواة انفصام الشعور بالانتماء إلى وجدان وطني واحد وقضية واحدة ومستقبل واحد. العمل على وضع حد لتفشي الولاءات الخارجية المناقضة مصلحة لبنان والمتناقضة فيما بينها. والعمل على مداواة انهيار الدولة اللبنانية الجامعة التي هي الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسات للأمة والوطن والكيان. أيها الإخوة والأخوات الأجلاء، نلتمس من أمنا مريم العذراء أن تستمد لنا من الله كيفية تمييز علاماته في حياتنا.